عندكم مسؤولية كبيرة لحتى تنقلوها حتى يتوارثوها الأجيال جيل بعد جيل. نحن بنتمنى أنه إن شاء الله نكون قد الحمل، يعني أنا وكل زملائي بمدينة حلب على وجه الخصوص أتمنى إن شاء الله وتعالى الرب يساعدنا ونقدر فعلا نحمل هذا اللواء، لأنه المسؤولية كتير كبيرة. اللي قدمه صباح فخري هو عبارة عن تاريخ عمره 60 سنة من الفن. يكفي أن أقول لك أنه شغلة هذا العملاق، هذا الهرم الكبير اللي اليوم نحن عمال منودع جسده، يكفي الصغار والكبار والنساء والشيوخ كله حافظ الأغاني والتراث الحلبي من خلال صناجة عرب أستاذ صباح فخري، وعم بيرددوها يوم بعد يوم. يعني حتى أذكر من عطائه الكبير بالعام 2007، لم يكن صغيرا، كان عمره حوالي 74 عام، كان بلقاء بضمن محافظة حلب على قناة حلب المحلية تتبع التلفزيون العربي السوري، ساعتين متواصلات على الهواء مباشرة من الحوار ومن الأداء، وبالتالي يمتلك الطاقة الكبيرة، كل ذلك من خلال عشقه لبلده، عشقه لأهله، عشقه لسوريا. صح، هذا كلام صحيح. طبعا صباح فخري أكبر من أن يعرف بجملتين أو بموقف معين. صحيح. صباح فخري باقي معانا وسيبقى إن شاء الله إلى الأبد تاريخ وفن وثقافة وعلم وحضارة. إذا نستطيع أن نقول مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم بحفظ هذا الإرث الغني، هذا التراث اللامادي، من أجل الأجيال، ليس فقط تردد هذه الأغاني ولكن كي تقرأ ما بين السطور التي كانت فيها. نعم، نحن طبعا أنا كنت عم بتابع اليوم بأكثر من حوار وأكثر من لقاء، صباح فخري ترك بصمة كتير كبيرة. هاي البصمة، وأنا أدعو من خلال زملائنا وأدعو من خلالكم أنتم كأعلام، أدعو بالفعل أنه نحن الآن نصحح المسار، إذا جاز التعبير، نصحح المسار بالمجال الفني الغنائي حتى نقدر نعطي ونقدر نأدي هذا الفن الراقي ونحافظ عليه، ويجب أن نتوقف عن الأشياء البسيطة. إذا ما ذكرنا يعني بأقل من دقيقة وسوف يصل هذا الموكب المهيب، وهناك بالتأكيد دائما شعور آخر ومختلف. يعني إذا سألتك عن شعورك بهي اللحظات، أستاذ كبير، أستاذك تعلمت منه أيضا الكثير، شو المفردات اللي ممكن حاليا أنت تقولها؟ شو العبارات اللي ممكن تخرج منك بهي اللحظة بالذات؟ يعني والله أنا يمكن أنا الآن عم بحاول أتماسك قدر المستطاع، لأنه أنا أضل واقف وأضل أحكي وأضل أشرح، لكن صدقا أنا من داخلي منهار، صدقا أنا أشعر بالكآبة ولا يسعفني الكلام بصراحة. صباح فخري يمشي في شراييننا، الوسط الفني كله حزين، وأنا واحد من الناس اللي بعتبر حالي من أبنائه. أنا مجروح، والمجروح لا يمكن أنه تستنطق منه كلام أكثر من أنه أنا يعني عكس الكلام بيطلع من القلب، بحاول أمسك الدمعة لحتى ما أنهار، فقط مو أكثر من هيك. شكرا. أكيد نحن اليوم أكيد بنشكركم كفنانين، ونحن لحظات بالتأكيد مشاهدينا رح تكون لحتى نستقبل هذا الموكب والكل يعلم عن هذا الفنان الكبير الذي نهل من هذه المدينة، كان عشقه كبير أيضا لهذه المدينة، تعلم وعلم الكثير وترك بصمة كبيرة ليست على مستوى سوريا وإنما على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم، حيث تنقل من مكان لمكان، كان سفيرا حقيقيا ليس فقط من خلال الغناء الذي قدمه ولكن من خلال أعماله الخالدة التي بقيت في العقول وفي الذاكرة عند الصغار والكبار. زهر، يعني إذا ما وصفت لكم اليوم هذه المدينة كم هي حزينة طبعا على فقدان ورحيل هذا الفنان الكبير، كم هي الآن فرحة لاستقباله، لأنها سوف تشعر به، لأنه كما ذكرت في البداية فقدناه جسدا ولكن الروح ما زالت باقية. لحظات طبعا ننتظرها، هذه اللحظات طبعا هي لحظات يشعر بها الإنسان، شعور أكرر مختلف، يعني من يقف في هذا المكان في هذه المنطقة بالتحديد عند مدخل حلب يشعر كيف هي الحالة التي لا نستطيع أن نصفها بكلمات وكلمات. إذن الكل هنا بانتظار الموكب لحظات قليلة، وسوف يكون عند مدخل هذه المدينة. إذا ما تحدثنا أيضا عن مدخل هذه المدينة، شريان الحياة لحلب.
الذي عادت إليها الحياة بهمة وتضحيات أبطال جيشنا العربي السوري. وقد كان أيضا الفنان الكبير الراحل صباح فخري قد حضر احتفالية حلب على مسرح قلعة حلب، أصر أن يكون متواجدا ليشارك بهذه الاحتفالية مع الفنانين ومع أبناء هذه المدينة، لأنه كان يشعر بكل لحظة من هذه اللحظات التي عانت منها مدينته، ولكنه كان يعاني أيضا معهم، وبالتالي أصر أن يكون متواجدا فيما بينهم. يعني بعتقد أنه زميلنا داني الصورة بالتأكيد تحدث عن وجود أبناء حلب، ليس فقط الفنانين الذين التقيت بهم، وهناك الكثير المتواجدون أيضا في الجامع بالانتظار، ولكن أهالي حلب كلها اليوم خرجت تنتظر طبعا وصول هذا الموكب المهيب جثمان الراحل الفنان الكبير صباح فخري. ولكن الكل يعلم يعني انه للطريق، وبالتالي عذرهم معهم، وان شاء الله دقائق. استاذ عبد الحليم حريري، بدي ارجع لك ريثما يصل هذا الموكب، لحظات قليله ما هيك على مشارف حلب. سالت احمد خيري فناننا عن مشاعره بهي اللحظه بالذات، بعيدا بكونك نقيب لفنانين حلب، كإنسان ابن هذه المدينة عاشق لهذا الفنان. هذه المدينة فقدت هرم من أهرامها وقلعة من قلعة من قلعة من قلاع العظام عبر التاريخ، والتاريخ انكسر في هذا الشخص. فقدناه، أي كلمات هي أقل مما نوصفه، وما بقدر أحكي أكثر منك. فعلا شكرا كثير لك بالتأكيد. نحن طبعا ما زلنا بالانتظار زهر، لحظات قليلة وبالتأكيد سوف نكون مع وصول جثمان الراحل الكبير صباح فخري. أعود وأكرر إلى معشوقته حلب، والتي تغنى بها كثيرا وتغنى بأهلها، كان عاشقا لكل حجرة ولكل ذرة تراب في سوريا وفي هذه المدينة حلب. اسمحي لي بعض الذكريات التي عشنا أيضا سوية عندما نلتقي بالفنان الكبير. كان يتجول في أحياء حلب وبالتحديد المدينة القديمة، نلاحظ بأنه كان يتحدث مع حجارة هذه المدينة التي هي فعلا تروي لنا حكاية وقصص الأجداد والآباء. كان فعلا صدقيني يتحدث مع هذه الحجارة في أحياء حلب القديمة. إذن على مشارف حلب بدأ الموكب إن شاء الله بالوصول ليدخل حلب، حيث أصر بأن يكون ضمن مدينته ليودع هذه المدينة ولتودعه هذه المدينة أيضا، مدينة حلب الشهباء التي تغنى بها وباسمها. ونجد هنا يعني الحالة لا توصف، الكل التزم بالصمت، لا أدري لماذا هذا الصمت، لأنه فعلا الصمت يكون عند الأشياء الكبيرة، عند الأشياء التي تكون صعبة في مثل هذه المواقف التي تعجز الكلمات عن وصفها. ونحن ما زلنا بالتأكيد بالانتظار، لحظات قليلة وسوف يكون فيما بيننا متواجد هنا. ودعونا أيضا نشارك أهالي حلب ريثما يصل، بدي لكم يعطيكم العافية، حضرتك من أبناء هذه المدينة، وأيضا رصدت الكثير من الحالات وأرخت للكثير من المعالم، ولكن عندما نقول هكذا شخصية كبيرة ماذا نستطيع أن نقول عنها؟ أنا بدي أحكي شغلة شخصية. من حوالي 15 سنة وكلني الأستاذ صباح كمحامي شغلة هي بتمثل يمكن أخلاقياته، بحكيها شهادة للتاريخ. قال لي يا علاء، بالدعوة اللي بدك أنت نشتغلها يعني سوا بحياتك، ما يجي يوم وتتوسط قاضي باسمي أو تطلب مني أني أحكي مع قاضي، يكون في شيء قانوني تحت القانون. هلأ هالشي هذا أنا بتصوره بلخص طريقة حياته للأستاذ صباح، الالتزام، الحزم، العمل الجاد، ما في أي شطط، ما في أي خروج عن أصول الأخلاق والتقاليد. هي أخلاقه اللي تربى عليها واللي ربى أيضا عليها، ما هيك؟ بالضبط، لأنه حتى إذا نشوف أفراد أسرته الكرام كلهم كأصدقاء، كلهم ملتزمين أخلاقيا، ملتزمين بكل أشكال، البعيد عن السائد حاليا عند البعض من الفنانين اللي هن خارج سوريا يعني. بالتأكيد، شكرا.
كثير لك. الفنان غسان ذهبي كمان بيسرنا تكون معنا لأنه شاركت في تنظيم العديد من الحفلات اللي شارك فيها الراحل الكبير صباح فخري. شو ممكن نقول نحن اليوم قديش تعلمنا منه؟ مو بس سمعنا له، لا نحن تعلمنا منه. صباح فخري أنا بصفتي عضو بنقابة الفنانين خلال فترة استلامه كنقيب فنانين تعلمت منه الكثير، حيث كان يدافع عن الفنان يدافع عن صباح فخري الرحمة لروحه في الجنان الخلد إن شاء الله. آسف للمقاطعة. وصل الآن من دمشق التي أصر أن يكون منها لينطلق اليوم إلى معشوقته حلب مودعا ومودعا إلى مثواه الأمير فخري، عندما قال درب حلب مشيته كله سجر زيتون، وهو اليوم يمر من هذا الدرب الذي غرس بأشجار الزيتون. هذه الأشجار الزيتون هي عبارة عن أبناء هذه المدينة المتجذرين فيها. موقف مهيب. إذن وصول في هذه اللحظة صباح فخري، الرحمة لروحه والتحية لروحه نقولها هنا من معشوقته حلب التي انتظرت وصوله، وبالتأكيد أصر أن يكون مثواه الأخير في هذه المعشوقة. المعشوقة حلب صدقوني تعجز الكلمات اليوم عن هذا الوصف، عن هذه المشاعر لهكذا فنان كبير. طبعا توجه الموكب بشكل مباشر إلى الجامع، وسوف نكون بالتأكيد معكم زهر من هناك لنتابع نقل هذا اليوم، اليوم الكبير لهكذا فنان عظيم وفنان كبير كالفنان صباح فخري الذي أصر أن يدفن هنا في معشوقته حلب بين ذرات ترابها التي عشقها ومشى بها وتغنى أيضا بها. إذن زهر هذه كانت الصورة التي هي تتحدث عن ذاتها، تتحدث طبعا عن هكذا فنان كبير كالفنان الراحل صباح فخري. أعود إليك زهر، وبالتأكيد سوف نكون معكم أيضا في نقولات أخرى من جامع عبد الله بن عباس في هذه المدينة مدينة حلب. نعم فؤاد، حقيقة كما تفضلت بالقول بأنه الصورة أبلغ من أي حرف ومن أي كلمة قد تقال في هذه اللحظات، لحظات وصول جثمان العملاق السوري والعربي صباح فخري إلى مسقط رأسه في حلب، بعدما اطمأن على العاصمة دمشق بأنها مطمئنة، بأنها آمنة، بأنها هنية وتعيش يومياتها بأمن وأمان وسلام، وأيضا بعدما اطمأن على حلب بأنه الجيش استعاد أمنها واستقرارها وعافيتها. الآن جثمان الكبير صباح فخري يصل إلى المعشوقة كما تفضلت وذكرت فؤاد، ليقول بأنه الرسالة قد وصلت والأمانة قد حفظت في أجيال شابة قادمة حملت هذا راية هذا الفن العريق وهذا التراث الغني الذي أرسى مدرسة له الفنان الكبير صباح فخري خلال 80 عاما منذ أن يعني نعمت أظافره إذا صح التعبير في إرساء هذه المداميك وهذه الثوابت الأساسية حتى يرتقي بالفن وبالثقافة وبالذائقة الشعبية. اليوم الكبير صباح فخري يصل إلى مسقط رأسه حيث سيصلى كما هو معروف على جثمانه الطاهر في إحدى الجوامع، ومن ثم يوارى الثرى في المقبرة الحديثة. إذن الكبير صباح فخري اليوم سيغفو في حلب، وتراب حلب وتراب سوريا سيحتضن هذا الجثمان الكبير بقيمته الفنية والإنسانية والوطنية وأيضا الثقافية والفكرية. كما نقول ونكرر بأن الكبير صباح فخري أرسى مدرسة وأرسى قواعد أساسية وركائز أساسية، إن لجهة الثقافة وإن لجهة الموسيقى وإن لجهة المقامات الموسيقية. عندما نقول صباح فخري نقول هو ملك القدود الحلبية، نقول هو بلبل الشرق وليس فقط بلبل سوريا، نقول هو بالفعل كما قال أحد ضيوفك بأنه أبو كلثوم العرب، هو صناجة الفن وهو يعني الحامل والحامي والحارس لهذا الفن الراقي جدا الذي انبثق من حلب ومن سوريا ليس فقط لحدود سوريا بأركانها الأربعة، وإنما
جال الوطن العربي من الماء إلى الماء وانطلق إلى العالمية. عندما نقول بأن في الغرب هنالك من يدرس اليوم هذه المقامات وهذه الموشحات الأندلسية الذي برع فيها الكبير صباح فخري وأرسى فيها ركائز أساسية تعلم، هذه شهادات التقدير لم تأتي من فراغ الذي توشح بها والذي تم تقليده منها، سواء من الاستحقاق الجمهوري من الدرجة الممتازة في عام 2007 حيث قلده السيد الرئيس بشار الأسد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة لأصالته، لفنه، لرقيه، لهذا التراث وهذا الفن الراقي الذي حمله على أكتافه وسلمه الآن وسلم هذه الراية لجيل من الشباب حقيقة يمتثلون بهذه القواعد. ونتمنى أن تصل الرسالة وأن تحمل الراية على محمل الجد وأن يحافظ على إرث الكبير صباح فخري من خلال كل ما قدمه إن لجهة الفن وإن لسوريا في وجهها الثقافي والحضاري وأيضا الفني. صباح فخري كان جواز سفر ليس فقط لسوريا بل لكل العرب على اتساع المعمورة بأن الثقافة وأن الفن وأن الغناء الأصيل ما زال حيا رغم كل مستوى ربما الاستهلاك وثقافة الاستهلاك والرداءة التي تعم الساحة الفنية، ولكن يبقى لهذا الفن الراقي جذور متأصلة بها وفروع وهو سيحافظ عليها انطلاقا من الماضي وأيضا نحن نعيشه في الحاضر وستكون هنالك في المستقبل. إذن سنكون لحظة بلحظة في عمق الصورة الواردة إلينا من حلب وعبر شاشة السورية. هنالك طوفان بشري حقيقة من أهالي حلب، ويحق لأهالي حلب أن يحزنوا ويحق لسوريا كلها أن تحزن ولكل عشاق الفن الراقي والأصيل أن يحزن، لأن الخسارة كانت خسارة كبيرة لكل هذا الفن ولعشاق هذا الفن. ولكن كما قلناها دائما سوريا ولادة من خلال هذه القامات الإبداعية والوطنية والفنية والفكرية. إذن هذا طوفان البشري الذي ينتظر بشوق وينتظر أن يلقي لحظة الوداع ونظرة الوداع على جثمان الكبير صباح فخري من أمام الجامع الذي سيصلى على جثمانه الطاهر، وبعد ذلك سيوارى الثرى كما قلنا في المقبرة الحديثة. كل ذلك وفق المعلومات التي ترد إلى السورية. نلاحظ إذن على شاشة السورية هذه الحشود التي آثرت إلا أن تلقي نظرة الوداع وتقول لكروان سوريا وكروان العرب نم هنيئا، فإن كل ما صنعته خلال 80 عاما لن يذهب سدى، بل نحن الأمينون على هذه الثقافة وأمينون على هذا الفن الراقي، وأنك يا صباح فخري باسمك الكبير ستكون حقيقة أحدى الرموز وأحدى القلاع. عندما نتحدث عن حلب نقول حلب فيها قلعتان، قلعة حلب وصباح فخري. الكلام يطول عن صباح فخري حقيقة، والغصة هي تغلب للأمانة، فقد كبير، خسارة كبيرة، ولكن دائما الأمل موجود بأنه كما قلنا سوريا ولادة، وخاصة هنالك الأصوات في حلب يعني من جيل الشباب، هذا الجيل الذي يغني القدود الحلبية كما غناها صباح فخري والموشحات والقصائد والمواويل. لطالما كنت تقول سنسير على درب حلب، وأنت سرت اليوم يا صباح فخري باسمك الكبير وبهذه القامة التي تنحني لها كل من يطوقون إلى هذا الفن العربي والفن الأصيل والفن الراقي والفن الملتزم رغم كل ما يجوب هذه المعمورة من فوضى ومشاغبات. حقيقة في عدسة السورية نلحظ إذن حشود من المواطنين أمام الجامع ينتظرون وصول الجثمان الطاهر. أيضا في إحدى زوايا شاشة السورية نلحظ هنالك حشود من ربما الوفود الرسمية والشعبية من محافظة حلب، كل ذلك لتقول نم يا أيها العملاق السوري، أيها الأسطورة التي لم تمت بل ستبقى حية في الوجدان وفي الذاكرة، وكل ما قدمته سيكون دافعا
لأن نضع سوريا من باب الثقافة ومن باب الفن الراقي والملتزم والأصيل في مصافي الدول المتقدمة. فلطالما هنالك كانت شعوب تتغنى بفنونها وتصل إلى المراتب الأولى من خلال فنها، نحن كسوريين يحق لنا أن نفخر بأن لدينا قامة وطنية غالية على قلوبنا رحلت بمستوى صباح فخري. إذن نلاحظ في شاشة السورية بأن جثمان الفنان الكبير صباح فخري يحمل على الأكف وملفوفا بالعلم الجمهورية العربية السورية إلى جامع الصحابي عبد الله بن عباس وتحديدا في مدينة حلب، هذا الجامع حيث سيصلى على جثمانه الطاهر ومن ثم يوارى الثرى في المقبرة الحديثة. إذن بالعلم السوري بعلم الجمهورية العربية السورية لف جثمان الكبير الأسطورة العملاق ملك الطرب وسناجة الفن صباح فخري ويحمل على الأكف ويتوجه الآن إلى الجامع حيث سيصلى على جثمانه الطاهر. أترككم مع هذه اللحظات مشاهدين الأفاضل. وينضم إلينا عبر الهاتف الفنان الكبير شادي جميل. برحب بوجودك فناننا الكبير شادي جميل، وعزاؤنا لك ولكل أهالي حلب ولكل سوريا ولكل محبي هذا الفن الراقي، وأنت منهم بطبيعة الحال، تفضل. الله يخليكم ويقويكم وبعزي كل أهل سوريا وبعزي الشعب العربي. خسارة كبيرة بوفاة نجم كبير قلعة حلب. شو واحد بدي يحكي؟ الله يرحمه ويرحم ترابه. شو بدي اقول لك؟ يعني انا اليوم كنت مشارك بالجنازة بالشام ولظروف ما قدرت انزل لحلب. شو بدنا نقدر نقول؟ لكل اجل كتاب ولا تبقى الا الاعمال والسمعة الطيبة. تغمده الله بواسع رحمته. هم السابقون ونحن اللاحقون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فناننا الكبير شادي جميل، عندما نتحدث عن الفن الملتزم والفن الراقي، نعم، بكل تأكيد يعني نذكر الفنان الراحل الكبير صباح فخري، وأيضا يعني نذكر اسم حضرتك باسمك الكبير ويعني بالصحة والعافية لحضرتك. إلى أي حد فعلا هناك يعني الفنان الراحل أرسى مبادئ أساسية في الثقافة وفي الفن من خلال هذه الموشحات ومن خلال هذه القدود ومن خلال هذه القصائد والمواويل؟ الأستاذ المرحوم شيخ صباح فخري مطرب الجيلين عبر الأجيال، زمن الجميل وزمن حاضر نحن اللي عايشينه اليوم. الأستاذ صباح حبب القدود الحلبية والموشحات الأندلسية من خلال صوته. نعم. وصل الرسالة وأهم شيء بصدق وأمانة. همه كان الفن هو رسالة وليست وسيلة. ونحن إن شاء الله، أنا عم بحكي مو بس باسمي، في زملاء اللي بحلب، نحن مدرسة واحدة طلعنا من تحت عباءته، أصوات جميلة، وإن شاء الله منكون ملتزمين بمبادئه وبجبروته وبعشقه لفنه، ويكون الفن رسالة وليست وسيلة. بالتأكيد، وهذا ما نشدد عليه دائما بأنه الفن هو رسالة ورسالة جامعة لكل الشعوب، وهي رسالة مهمة كجواز سفر تقدم من خلالها الدول على أهمية حضارتها. وعندما نتحدث عن الراحل الكبير صباح فخري نقول بأنه هو جزء هام من حضارة سوريا ومن ثقافة سوريا في كل ما قدمه وأرساه. ولكن من خلال المستقبل نتطلع نحن من الماضي والآن في الحاضر إلى المستقبل، إلى أي حد نحن بالفعل معنيون ونحن نتحدث مع قامة وطنية ومثل حضرتك أستاذ شادي أن نكون على قدر الأمانة في الحفاظ على كل ما قدمه صباح فخري؟ إن شاء الله. أنا مسيرتي 40 سنة صار لها حامل هويتي السورية بالعالم كله، في العالم العربي وفي العالم الأوروبي والأمريكتين،
وبشوف حالي أنا سوري حلبي وإلي الشرف. إن شاء الله منتمم هالمشوار على خطاه، على قدوتنا اللي نحن ابتدينا منه وحطيناه هو قدوة، الله يرحمه ويرحم تراب اللي لمه. أنا هون بدك تسمحي لي تفضل. أنا بدي أشكر شكر كثير، أنا اليوم كنت بالعزاء بالمشفى الشامي، الاهتمام الكبير هذا شيء بفرحني، إنه الفنان له قيمة وجاهه ببلده. أنا بدي أشكر قيادتنا الحكيمة بهالعرس اليوم لصباح فخري. أنا كثير مسرور، ويا ربي ما بتكون ساعة موتي إلا ببلدي يا رب، بطولة العمر بطولة العمر والصحة. ما بتشوف عزه وجاهه إلا ببلده مع شعبه ومع أهله. نتمنى لك حقيقة فناننا الكبير في القدر والقيمة وفي الاسم. يعني حضرتك أيضا الأستاذ شادي جميل إحدى المداميك الأساسية في الفن الراقي والملتزم، ونفتخر بوجودك ونتمنى لك الصحة والعافية وأيضا في طولة العمر. أنت اليوم كنت في مراسم التشييع في دمشق، ما زلت في دمشق أم أصبحت في حلب الآن؟ لا أنا بدمشق. أنت في دمشق، نتمنى لك السلامة وأن نطالبك بمزيد حقيقة من تقديم هذا الفن الراقي، وأن تكون الراية لهذا الجيل الشاب الذي يحفظ الوديعة والذي يحفظ الأمانة في جعل هذا الفن الراقي، رغم كل ما قلناه قبل قليل من انتشار لثقافة الرداءة. ربما مسؤولية من؟ مسؤولية حضراتكم، مسؤولية الجيل الجديد، ونحن نتحدث عن هذا الفن الراقي وفي عدسة السورية نلاحظ بأنه صورة كبيرة للفنان الراحل صباح فخري متواجدة في قلب الجامع الذي سيصلى على جثمانه الطاهر هناك. صار لي قول الدرب حلب ومشيته وكله شجر زيتون. صحيح. وشاف الورد الجوري الله يرحمه. أنا هون بس اسمحي لي كمان بدي أعزي مدامته وأولاده، العمر لهم الطويل إن شاء الله، والله يخليهم بصحتهم ويصبرهم ويعطيهم الصبر والسلوان. وبدي أعزي كل الشعب السوري، والله يقويكم أنتم الإعلاميين وبارك الله فيكم. برجع بقول لك الفنان ما بيشوف جاهه وعزه إلا ببلده حتى وهو بمماته. نعم أستاذ شادي جميل، باسمك الكبير وبقامتك الوطنية والغنائية والفكرية والثقافية نتمنى لك الصحة والعافية، ونكرر عزائنا لك ولكل أهالي حلب ولكل سوريا ولمحبي هذا العملاق الكبير الذي رحل عنا جسدا وإنما باقي في الروح وفي الفكر وفي كل ما قدمه لجهة الثقافة والغناء والحالة الموسيقية وهذا التماهي من خلال حركاته. شكرا، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة لحضرتك، كنت ضيفا عزيزا منضما لنا عبر الهاتف. شكرا لك الفنان الكبير شادي جميل. إذن مشاهدينا الكرام في هذه الدقائق يصلى في جامع عبد الله بن عباس على جثمان الراحل الكبير صباح فخري، وبعد هذه الصلاة سيوارى الثرى في تراب حلب المدينة حيث مسقط رأسه، والمدينة التي أحب وتركها. الله أكبر. الله أكبر. إذا نتابع بالصوت والصورة من جامع عبد الله بن عباس صلاة الظهر ومن ثم العصر، ومن ثم سنكون أمام صلاة على جثمان الطاهر الراحل الكبير صباح فخري. قل أعوذ بالفلق من شر غاسق الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليك. السلام الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا، كما باركت على سيدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربي اغفر لي وارحمني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. كل واحد واقف محله إخواننا عشان الصلاة، ترجعوا لمحلاتكم، توقفوا محلاتكم. رجع لي الشباب كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخي أبا محمد، أنت تسمعني الآن أكثر من كل الموجودين، أنت تحس بي وتعرف صوتي وترى أننا نقف اليوم لنقول لك: ها أنت الآن بين يدي ربك سبحانه، وهذا وطنك يا أبا محمد، هذا وطنك الذي تقف اليوم في حجره، هذه حلب التي أنبتتك وأعطتك قيمها وحملت كلمتها فعانقتك دمشق واحتضنتك دمشق وأرسلتك إلى العالم صوتاً جميلاً وكلمةً رائعةً هادفة وقيماً في الفن الذي أطلقته سوريا دائماً رسالةً ورجولةً وعزةً لا ميوعةً ولا انحلالاً. أخي أبا محمد، أنت الآن ودعت دمشق منذ سويعات، وهناك ودعتك دمشق بقلوبها وقالت لك: أنت الذي حملت رسالة سوريا إلى كل العالم. 60 سنة وأنت تحمل الرسالة، 60 سنة وما وجدناك مائعاً في كلمتك، إنما وجدناك سورياً تحمل لغة هذا الوطن الذي أرسل كل رسالات السماء نوراً وضياءً. فتحت لك الصدور في كل العالم العربي والعالم الإنساني ليعطوك جنسيةً، لتقيم عندهم، ليسرقوك من سوريا، فقلت لهم: من ينسى جذوره لا فروع له ولا أزهار. بقيت في جزرك، بقيت في أرضك، بقيت لتقول لكل من يحمل رسالة العلم والفن والتجارة الذين تركوا الوطن، لتقول لهم: سوريا هي الأرض التي باركتها السماء، وما حدث فيها من قتل ودمار ليس من أبنائها إنما من أعدائها، عودوا إليها فهي التي ربتكم، فاحموها بدمائكم واحموها بقوتكم. هذا أبو محمد صباح الدين، أعرف ما عرض عليه من كل الأوسمة في العالم، ولكن أعظم وسام وضع على صدره هو ما وضعه الرئيس القائد عام 2007 في دمشق ليقول لك: إني أكرم سوريا بك يا صباح الدين فخري، إني أكرم وطن وليس أكرم فناً إنما أكرم رسالة، فقد كنت تحملها بعز وكرامة، كيف أنساك؟ وصوتك في مآذن حلب لازلت أذكره، كيف أنساك؟ وأنت الذي وقفت على المسارح لتنقل الكلمة التي ملئت حباً
ورجولة وإيمانا حينما تقول بعد حرب 73 حملت روحي على كفي، حملت روحي على كفي، لأنك كنت صاحب رسالة. وحينما جئت بالأندلس إلى سوريا وحملت كلمة الأندلسيات وأعطيتها سورة سوريا وقلت لهم من الأندلس لولا سوريا؟ أوليس كل فن الأندلس كان من دمشق وبلاد الشام؟ نعم أبا محمد، أنت الذي وقفت تنادي مولاك يا داعياً لله مرفوعاً اليد متوسلاً متضرعاً بالمنجد، يا من له عز الشفاعة في غدي. هذا أبو محمد جاءك وهو الذي أنشد كثيراً: يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد. هذا أبو محمد جاءك وهو الذي زارني منذ أعوام وقال لي: وقفت أمام رسول الله في الروضة الشريفة ومددت يدي إليه وقلت لنفسي: هذا المصطفى، يا نفس هذا المصطفى، يا قلب هذا المصطفى، بث شكواك له وانتحبي. نعم الآن تكرمك سوريا لأنك كرمتها، وتحملك سوريا على الأكتاف والأعناق والقلوب لأنك حفظتها. ويرسل القائد من يحمل رسالة الحب إلى حلب، وليقول لحلب: أرسلني قائد الوطن لأحمل لكم كل تعابير. أخي سعادة الوزير، قل للسيد الرئيس إن تكريمك اليوم لهذا الرجل هو تكريم لكل دماء الشهداء التي ثبتت وصمدت في هذا الوطن. قل له إن هذا الرجل الذي أصر على أن يبقى جنسيته وهويته وولاءه وحبه لسوريا، أنت اليوم تكافئه يا سيادة الرئيس لتقول لكل أبناء سوريا: عودوا إلى وطنكم فالعز في الوطن، عودوا إلى بلدكم فالسيادة في الوطن، ولا تكونوا خارج وطنكم تابعين لغيركم. سوريا ستحتضن كل أبنائها الصادقين. حزني كبير على من مات خارج هذا الوطن ولم يلق من يصلي عليه، وفرحي كبير وأنا أرى دمشق وحلب تقف بأجمعها لتقول للسيد الرئيس ولأبي محمد إن الوفاء للوطن وفاء عظيم، وإن الوقوف مع الرجال وقفة رجال. لذلك رحمك الله أخي أبا محمد وأبا عمر وأبا أنس وأبا طريف، وبارك الله في الأسرة لأقول لكم أيها الأبناء الأربعة: إن أباكم ترك لكم في الوطن عزاً، وترك لكم في الوطن كلمةً وتعازي لعمكم صفاء الذي هو الأخ الأخير لهذه الأسرة، وتعازي لجدكم إمام المسجد صديق أبي الذي كان يعلم القرآن في حلب ويدرس العلم الجميل، وتعازي إلى أهل حلب الحبيبة التي تودع اليوم رجلاً وقف ليقول للعالم: هذه بلاد الشام أشرق منها نور المسيح على العالم، وأشرق منها عمود الإسلام، وبقيت حاضنة لكل الإنسانية، ستبقى هكذا سوريا. إلى لقاء بين يدي الله يا أبا محمد،
واذكر له حالة بلاد الشام أنها تنتظر النصر من الله، وأنها تنتظر المدد من الله، وأنها تنتظر العون من الله، وهي على وعد رسول الله: عليكم بالشام فإنها الأمن والإيمان إلى يوم القيامة. لقنك الله حجتك، وأقالك عثرتك، وآنس غربتك، وغفر ذنبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله تعالى أن يخلفك في هذا الوطن برجال يحملون النور والكلمة والعلم والفن الشريف لكل العالم، وسوريا ستبقى ولادة الرجال، وستبقى فيها الحكم والقيم. فلنصلي عليك ولا نودعك، إنما نقول لك: هناك بين يدي الله من ينتظرك ليلقاك، من أحببتهم وعشت معهم بروحك، فيحشر المرء مع من أحب. صلاة الجنازة 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة ندعو للمرحوم بما يفتح الله علينا، التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. أبناء الفقيد توكلوننا بالصلاة عليه، فأنتم أحق الناس بالصلاة عليه. لا لا، خليه خليه، كل شيء محفوظ. ممكن أكبر صف شنكم مع اللقطات مع الجنازة؟ الله أكبر. محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا، إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم إنه نذر بك وأن تخير وأصبح فقيرا إلى رحمتك وهداك، اللهم فتلقه برحمتك رضاك. اللهم اغفر له ذنبه فرج كربه وانير كربه، اغفر له ما قدم واخر. ربي اغفر له. اللهم انزل عليه سحابك برضاك واسكنه بسلامك. الله اكبر. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ الفاتحة على روحه وروح الجميع. الرأس من هون.
إذن مشاهدينا الأفاضل، كنا معكم في هذا النقل للصلاة على جثمان الراحل الكبير صباح فخري من داخل جامع عبد الله بن عباس في مدينة حلب، بعد أن تم رفع أذان العصر مؤتمين بفضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين حسون مفتي أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية العربية السورية. في هذه اللحظات انتهت صلاة الجنازة على جثمان الراحل الكبير صباح فخري، والآن يغادر الجامع مرفوعا على الأكف وملفوفا بعلم الجمهورية العربية السورية، حيث سيوارى الثرى في المقبرة الحديثة هناك، حيث يغفو في رحلة أبدية العملاق صباح فخري والخالد في بفنه وبكل ما قدمه خلال مسيرة حياته الممتدة لأكثر من 80 عاما. كان أرثى كما قلنا ركائز أساسية في الموسيقى وفي الثقافة وفي الفن، الراقي الأصيل الملتزم. نحن نتحدث اليوم عن موشحات، عن قدود حلبية اتسم فيها الراحل الكبير، وأيضا المواويل وأيضا الموشحات الأندلسية. يعجز يعني أمام هذه الصورة الواردة إلينا من حلب، الصورة أبلغ من أي مفردة أو أي تعليق أو أي كلمة قد تصف مكانة وقيمة هذا الفقد الكبير بأحدى الأساطير للفن العربي الأصيل والملتزم. اليوم يوارى الثرى صباح فخري في مسقط رأسه في مدينة حلب، المدينة التي نشأ وترعرع وتعلم فيها مبادئ الفن، والذي أضاف إليه وجدده وأسس مدرسة في أساسيات الفن الملتزم والراقي والأصيل. اليوم نرى هنالك عشرات بل أكثر من الشباب سواء في حلب أم على اتساع العالم العربي، من يأخذون في كل ما قدمه الراحل الكبير صباح فخري لجهة هذه القدود ولجهة الموشحات ولجهة المفاتيح الأساسية لهذه الأصالة ولهذا الفن. عندما نقول صباح فخري نقول بأنه هو ملك الطرب، سلطان الطرب، بلبل الشرق. تتنوع الصفات وتتنوع الألقاب، ولكن يبقى باسمه الكبير خالدا في كل مسيرته الفنية والثقافية التي قدمها ليس فقط لسوريا وإنما للعالم العربي ولكل عشاق هذا الفن وهذه الأصالة وهذا الالتزام وهذا الرقي وهذا الثبات. نعم، يحق لأبناء حلب أن يحزنوا كما يحق لكل السوريين ولكل محبيه ولكل من يحمل راية الأصالة في الثقافة وفي الفن وفي تقديم الأغاني الملتزمة والراقية. نعم، نلاحظ في شاشة السورية هذه الحشود الضخمة الشعبية التي آثرت إلا أن تلقي نظرة الوداع على جثمان الراحل الكبير صباح فخري مرفوعا على الأكف وملفوفا بعلم الوطن، علم الجمهورية العربية السورية. ومعنا عبر الهاتف المخرج الكبير نجدة أنزور، ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. عزاؤنا لك أستاذنا الكبير نجدة أنزور، يعني المصاب كبير والعزاء واحد، الفقد كبير، وخسارة سوريا وخسارة العالم العربي وكل محبي هذا الفن الملتزم هو بالفعل كبيرة وكبيرة جدا. ماذا يمكن أن نقول في هذه الأثناء وجثمان الراحل الكبير صباح فخري يتوجه من جامع عبد الله بن عباس إلى المقبرة الحديثة حيث سيوارى الثرى؟ تفضل. يا
يعني عزائنا لكل السوريين ولكل الجمهور العربي الواسع لهذه القامة العظيمة، القامة الفنية الكبيرة. ويعني صباح فخري عاش عظيم، وموته كان جليل وموقف جليل جدا يستحقه من كل المحبين ومن كل شعبه ومن كل أبناء وطنه. يعني احنا فقدنا صباح فخري كجسد، ولكن روحه ما زالت موجودة وعايشة من خلال فنه ومن خلال إرثه الكبير اللي سيكون منارة لكل الأجيال إن شاء الله. بكل تأكيد يعني في هذه اللحظة أستاذ نجدت قد يعني تتلعثم المفردات وتتشابك فيما بينها، قد هي من ربما من بوابة أنها تسابق الزمن في حجز مقعد لها من الفم عند وصف الكبير صباح فخري، ولكن عندما نرى هذه الجموع الغفيرة التي تأتي حتى تلقي نظرة الوداع وتقول للفنان الكبير بأنه نم بسلام وأرقد بسلام، فإن الأمانة وأن كل ما قدمته هو مصان، وهو سنعمل على توثيقه وسنعمل على إحيائه ما دامت سوريا ولادة في مبدعيها وتعمل على استخلاق واستيلاد هذه القامات. ما في شك، هذا كلام جميل جدا وأنا أؤيدك 100% بهذا الكلام، وفعلا سوريا ولادة، وسوريا دائما فيها قامات فنية وقامات اقتصادية وقامات سياسية. سوريا يعني هي مصنع الأبطال ومصنع النجوم، لذلك نحن أملنا كبير بهذا الجيل أنه يستفيد من كل هذه المسيرة الخيرة، مسيرة الفنية الكبيرة المليئة بالعطاء، وأن يعني يستشهد بهذا الفنان الكبير، وأن تكون لنا أصوات قادمة إن شاء الله وفنانين قادمين يعيدوا ألق الفن والطرب السوري إلى العالمية بإذن الله. أيضا سأستثمر وجودك معنا أستاذنا الكبير نجدت أندور في الحديث عن أهمية صباح فخري، هذا الأسطورة حقيقة التي تجاوزت حدود سوريا وتجاوزت الوطن العربي من الماء إلى الماء إلى العالمية، وكان جواز سفر للجمهورية العربية السورية حاملا من بوابة ثقافة والفن. هنا أهمية أن نعطي يعني أهمية صباح فخري في تجاوزه للحدود السورية. ما في شك، هو السفير، يعني هو السفير بالأغنية، ولكن هو السفير بالفن وبالرسالة الوطنية أيضا لكل أنحاء العالم. ونأمل يعني نحن طبعا أنه الدولة دائما تعنى بالفنان عنا بسوريا، ما في شك، وأكبر تكريم كان لصباح فخري طبعا هو هذا الوسام العظيم اللي منحه سيادة الرئيس. فنحن بنقول أن سوريا معطاءة، سوريا خلاقة، ونأمل من الدولة أيضا أن تهتم بكل الفنانين وأن تدعم مسيرتهم لكي يتألقوا ويصبحوا قامات وطنية كبيرة. أي فن يقاس يعني بأي دولة تقاس حضارتها بحضارة الفن لديها. صحيح. يعني واحد من مكونات المجتمع الأساسية هي الفن بكل أشكاله طبعا، من رسم وفن وفن سينمائي، فن تلفزيوني، وفن غنائي وطربي وتلحين والكلمة أيضا. ما في شك، الكتاب عنا مجموعة كبيرة أعلام من الكتاب السوريين. سوريا يعني خلاقة بكل شيء، والتقدير دائما موجود من سيادته لكل هذه القامات. كل ما نتمنى أن تعود سوريا إلى ألقها، ويعني أبنائها يستمتعوا بهذا المجد وهذا الأرث. بكل تأكيد، ونحن نتحدث معك أستاذ نجدد يعني نلاحظ في شاشة السورية وعبر نافذتها هذه الحشود الضخمة والكبيرة جدا التي يعني أتت ربما من كل حدب وصوب. إذا ما تحدثنا عن مساحة محافظة حلب لكي تقول وداعا أيها الكبير، وداعا لصناجة الفن، وداعا لملك الطرب، وداعا لأبو كلثوم العرب صباح فخري. يعني صدقا المشهد مهيب جدا، يعني حشود غفيرة وغفيرة جدا تذهب مع الراحل الكبير صباح فخري حيث سيوارى الثرى بعد قليل في المقبرة الحديثة. هنا أتحدث معك أستاذ نجدت يعني في كل ما أرساه الراحل الكبير صباح فخري من قيم مضافة لجهة الفن ولجهة الثقافة ولجهة أيضا كل الفنون الأدبية، وكان كما قلنا جزء من حضارة سوريا كونه كما تفضلت
وقلنا بأنه دائما الفن هو يحمل كجواز سفر وكرسالة هامة تعكس حضارة الشعوب وأهمية هذا الشعب أو ذاك. أي مسؤولية ربما تلقى على عاتق المعنيين وتلقى على عاتق الشباب في حمل الأمانة وحمل كل هذا الإرث الغني الذي خلفه الراحل الكبير صباح فخري؟ ما في شك الدولة يعني دور اليوم دور تشجيعي ودور رعاية وتمهيد الطريق أمام كل الفنانين اللي لديهم مواهب حقيقية لكي يستطيعوا أن يتألقوا ويصبحوا أيقونات مثل الراحل الكبير صباح فخري. أنا عملت أنا وصباح فخري، يمكن تستغرب أنت أنا شو جابني إله هو شو جابه إلي. نحن التقينا سوا مع بعض في مهرجان الكبار يلتقون يا أستاذ نجدت. الله يسلمك يا رب. في مهرجان جنادرية بإحدى السنوات الاحتفالات الجنادرية في السعودية بوجود المرحوم أيضا الملك عبد الله، وكانت أيامها كانت العلاقات ممتازة بين سوريا والسعودية، وكان عملاقا بكل معنى الكلمة، استطاع أن يجسد يعني الأغاني وبصوته يجسد يعني التراث العربي بشكل عام، ولاقى العمل نجاح كبير جدا بوجوده، وكان إلى جانب فنان السعودي أيضا محمد عبده في نفس اللقاء. فهو عندما كان يراني لاحقا في سوريا حتى سنة قبل سنتين قبل ما يتوفى دائما كان يذكر هذه اللحظات القيمة اللي عشناها سوا، ويعني كنا نحن مرفوعي الرأس كسوريين لأنه معنا عملاق كبير مثل صباح فخري. وكما قلنا يعني أستاذ نجدت بأنه سوريا دائما هي ولادة في القامات الإبداعية والقامات الوطنية في مختلف القطاعات. نعم. عندما نتحدث عن صباح فخري حقيقة فخامة الاسم تكفي، ونحن نقول الحمد لله بأنه في سوريا لدينا مثل هذه القامة، كان هو سوري الهوى والهوية والانتماء. نعم. ولطالما في كل محفل وفي كل مناسبة كان يجدد ولاؤه للدولة السورية ولهذه الأرض الطيبة والمعطاء الذي أعطته وأعطاها وبادلها الوفاء بالوفاء. وأيضا عندما نذكر القامات الكبيرة أنت منهم أستاذ نجدت، نتمنى في كل ما تقدمه بإطالة العمر والصحة والعافية لحضرتك. ونحن حقيقة نتمنى منك المزيد، لذلك أشكرك جزيل الشكر المخرج الكبير نجدت أنزور على هذه الإضاءة وللتلفزيون العربي السوري لتغطية هذا الحدث الكبير. هذا واجبنا يا أستاذ. دائما سوريا أن تعود إلى أفراحها الكبيرة المعهودة بهمتكم وهمة كل الشباب إن شاء الله. بكل تأكيد وبوجود أمثالك وقامة وطنية نعتز بها. شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف مشكورا الأستاذ حسام بريمو معاون مدير دار الأوبرا بدمشق. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا فيك سيدتي وباللي عم يسمعونا. تحية طيبة لك وعزاؤنا واحد لك ولكل العائلة الفنية والثقافية والموسيقية في سوريا وفي العالم العربي أيضا. الله يرحمه. نعم يا سيدي. أترك لك الهواء للتعبير. عندما نقول صباح فخري فأي بطاقة تعريفية متواجدة في مخزون حسام بريمو؟ رجل حمل سوريا بقلبه وبصوته ونشره بالعالم. نعم. نحن شو بدنا أكثر من كفيه. رحل بالجسد وبقي صوته وبقي فنه لنا ولغيرنا. يعني نعم. أنا والأجيال، أنا مربي أجيال، أنا والأجيال رح نضل عم ننهل من هذا المنهل العظيم يلي هو التراث الرائع اللي تركه بصوته الأستاذ صباح وأيضا العالم. وأنا عندي فكرة خارج حدود الوطن العربي، في ناس ما بيعرفوا لغة عربية بيسمعوا صباح فخري فقط ليستمتعوا بصوته وبالانتقالات المقامية. هذا رجل حمل سوريا إلى الوطن العربي وخارج الوطن العربي. هي هي البطاقة التعريفية عندي لهذا الإنسان الكبير الذي رحل جسدا وبقي فنا وفكرا. نعم أستاذ بريمو، في الحديث معك إلى أي حد يمكن القول بأن صباح فخري يشبه حلب في الأصالة وفي الرقي وفي الالتزام وفي التجديد وفي المثابرة وفي المرونة وفي هذه الأصالة التي أرساها من خلال كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية والثقافية وأيضا الموسيقية؟ سيدتي لا يمكن أن نقول حلب إلا ونقول معها كل
الصفات اللي حدد فيها حضرتك. حملها هذا الرجل ونقلها. ابن حلب يولد يبدو موسيقي، ينمو في بيته موسيقيا. أنا كوني درست فترة منيحة بالمعهد العالي للموسيقى كنا نشعر الديل حلبي بيجي على المعهد مشبع بالموسيقى. فالأستاذ الكبير صباح فكري الراحل الله يرحمه حمل كل هذه القيم وقال أنا حلبي سوري ونشرها بالدنيا. نعم الكبير صباح فكري حمل حلب وسوريا في قلبه وصوته. نعم صحيح. وسأستثمر وجودك معنا أستاذ حسام للقول وأنقل لك وجهة نظر كانت من أحد الأشخاص الذين ربما تم أخذ رأيهم وفي رثاء وفي نعي الفنان الكبير صباح فخري. قال بأنه عندما اجتمع معه بشكل مباشر قال له بأنه وصلت الأمانة وعليكم أن تستمروا بها. إلى أي حد هذا الكلام ربما يحمل الجيل الشاب، الجيل الذي تربى والذي تغنى والذي أحد يعني أخذ على عاتقه تجديد وربما وأحياء هذه القدود والموشحات والقصائد والمواويل الذي برع في تقديمها صباح فخري؟ أي مسؤولية يحملنا في قادمة الأيام؟ سيدتي أنا كوني متابع للطلاب وللخريجين وللمغنين يلي ما درسوا معهد عالي كار اليوم الشباب والصبايا يلي عم يحاولوا يحملوا التراث قلبهم. بقول الله يطعمنا حدا صوته صباح. أستاذ صباح الله يرحمه كانت النوتة تبعه بالضبط في مكانها. هي قضية ليست سهلة صدقيني. إن شاء الله شبابنا يطوروا أنفسهم ويتعاملوا مع تراثنا على أنه جواهر مهداة إلنا من الذين سبقونا ويقدروا يحققوا أو يكملوا الرسالة اللي حملنا ياها الأستاذ صباح فكري. وصدقيني ما ننقلال وإن شاء الله يقدروا يتابعوا بهالمشعل الحلو اللي هو تراثنا الحلو السوري. عندما تقول بأنه هذا الجيل الذي يحمل الراية ليس بقليل، هل هذا يدعونا إلى التفاؤل في المرحلة القادمة برفع راية الراحل الكبير صباح فخري في كل ما أرساه لهذا الفن ولهذا الثقافة ولهذا الطرب؟ على مسؤوليتي سيدتي أنا محتك فيهم من الأطفال لو أطفالوا نجوم. في كثير في عدد غير قليل من الشباب والصبايا يلي رايدين يكملوا الرسالة. بقول الله يقدرهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون صباح فخري. الراحل الكبير صباح فخري الله أعطاه صوت، هذا هدية من رب العالمين ما فينا نكرره، لكن فينا نقول في شباب رح يكملوا حمل الراية والله يقدرهم. بكل تأكيد أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسام بريمو معاون مدير دار الأوبرا بدمشق، كنت ضيفا عزيزا منضما لنا عبر الهاتف. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقى. بعد التحية لك أستاذ عدنان، عزاؤنا لك بفقيد سوريا والعالم العربي والفن الملتزم والراقي الراحل الكبير صباح فخري. حارة تعزي لكل السوريين وكل الذواقين للموسيقى العربية الأصيلة ولأهل الفقيد ولذويه ولكل محبينه. ماذا يمكن أن يقول عدنان فتح الله باسمك الكبير في هذه اللحظات ونحن نتابع معك ومع المشاهدين يعني هذه الحشود وهذه يعني مراسم التشييع باتجاه حيث يوارى السرى في المقبرة الحديثة لصناجة الفن صباح فخري؟ أكيد الخبر وفاته كان محزن جدا وبالفعل أنه خسارة كبيرة. الأستاذ صباح فخري يعني تربع في العصر الحديث على 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 هرم الغناء التراثي العربي. نعم. وكان هو من أقدر من صان التراث السوري بكل صدق وكل أماني. الأستاذ صلاح فخري تركنا إرث جدا رح يستفاد منه نحن وأكيد أجيال عديدة بعدين رح تجي هذا الإرث موثق مثل ما قلت لك. بأكد على الكلمة بكل صدق وبكل أماني. اعتنى أكيد بكل تفصيلة بتقديم هذا التراث وحمله لكل مسارح الوطن العربي ومسارح العالم وعرف الناس على التراث السوري الأصيل.
الأصيل والملتزم. فأكيد برجع بأكد أنه أكيد خسارتنا كثير كبيرة برحيل الأستاذ صلاح فخري. بكل تأكيد. ومن الصفة الاعتبارية لك أستاذ عدنان فتح الله كونك عميد المعهد العالي للموسيقى، وهنا سأتحدث معك في هذه الجزئية بالتحديد في الموسيقى، إلى أي حد نحن معنيون في محاولة تحصين وتوثيق ربما ومأسسة كل ما قدمه الراحل الكبير صباح فخري لجهة إغناء المكتبة الموسيقية إذا صح التعبير، وهذه المقامات التي كان يعمل عليها؟ اكيد بكل 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 حفلاتنا يمكن او بمعظمها اللي عم تتقدم على على مسارحنا على امتداد الجمهوريه العربيه السوريه، اكيد التراث حاضر، واجبنا نحن كموسيقيين، وهذا الشيء اكيد من 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 رسخه عند طلابنا بالمعهد، ان واجبنا اكيد صون التراث وتقديمه كما هو. نعتنى كيف قدم بكل تفاصيله ضمن اصول وضمن ضمن قواعد. وبرجع نعم استاذ عدنان صباح فخري ترك لنا يعني هو مرجع لكل ما يقدم بما يخص الموشحات والقدود والقدود الحربيه. نعم استاذ عدنان فضل فتح الله عميد كلية المعهد العالي للموسيقى، وانتم ستبقون الامناء على هذه الوديعة الذي تركها الراحل الكبير صباح فخري، اشكرك جزيل الشكر. اذا انتقل في هذه الثواني الى مراسل السورية في حلب فؤاد ازمرلي. فؤاد اعود لك مجددا، الصوت والصورة لك، تفضل. شكرا لك زهر، سوف أبدأ مما انتهيت به من خلال الاتصال. تلك الوديعة التي تركها الراحل الكبير الفنان صباح فخري، والتي هي أمانة في أعناق كل من يهتم بشؤون الفنية والثقافية. ومعي هنا مجموعة من الفنانين الشباب من أبناء هذه المدينة، بالإضافة إلى أهالي حلب الذين خرجوا اليوم ليودعوا الراحل، وأيضا هو يعشق حلب وهم يعشقونه أيضا الفنان الكبير الراحل صباح فخري. مباشرة سوف أنتقل، بدي لكم طبعا عزائي لكم والرحمة لروح الفنان الكبير. كل واحد منكم خلينا نقول وبالحلبي بصراحة اتعلم من هذه الأكاديمية، ليست مدرسة نستطيع أن نقول. عبود حلق شو ممكن تقول وأنت تلمزت أيضا على إيد الفنان الراحل، استمعت له تعلمت منه؟ كل الرحمة الأستاذ صباح، هذا الهرم الذي أعطى الكثير لمدينة حلب ولسوريا وللعالم وللعالم العربي أيضا. خسارة كثير كبيرة لأن كسوريين وكحلبية بالأخص الله ودعناه، والدموع كانت بتهمر همر من عيوننا ومن عيون كل العيون الحلبيين الأصلاء. لازم نحن نحافظ على شيء اللي عفنا إياه الأستاذ صباح، نحافظ عليه بكل قوتنا، لأنه عمو صباح ما مات، عمو صباح موجود في قلوبنا. أكيد. قبل شوي كنت عم بسمع منك أنت عازف، ما هيك؟ قلت كانت أمنيتي أنه أعزف بإحدى حفلاته، ولكن ما صح لي المجال أو الفرصة، ولكن قديش بدك تحافظ وكأنك تعزف الآن وهو موجود؟ أكيد أستاذ صباح رحمة الله عليه مدرسة كبيرة، ومثل ما تفضل أستاذ عبود تعلمنا منه، وأكيد رح نحافظ على هالشي، وهالشي هذا حلب وحجار حلب تعلمت منه، لأنه أستاذ كبير ومدرسة كبيرة وخسارة كبيرة لحلب ولسوريا وللوطن العربي بشكل عام. رحمة الله عليه أستاذ صباح. إذا جينا لعندك نفس اللون بتغني كلياتنا منعرف، لا حتى تقدر تحافظ، بيقلك أنه الفنان الحلبي دائما ذات الأغاني لا عم بغنيها وبروح جديدة اللي هي روح الشباب. قديش أنت عم تحمل بداخلك هي الأمانة وبدك تحافظ عليها؟ أكيد أستاذ فؤاد، أول شيء منعزي أنفسنا برحيل الفنان المدرسة القلعة الأستاذ صباح فخري، منعزي أنفسنا ومتمعل أخوته الشباب، فنه ما مات، فنه خالد إلى يوم القيامة إن شاء الله. نعزي أنفسنا برحيل الفنان الأستاذ صباح فخري. نعم يا سيدي. كمان كفنان حلبي ونفس اللون من القدود والموشحات فضل لعنا، قديش هي الأمانة نحن رح نحافظ عليها، ووعدناه ونحن عم نودعه اليوم من معشوقته حلب بأن نحافظ على هذا التراث اللامادي الذي خلفه لنا، وكان سفيرا للفن والثقافة والتراث لسوريا في كافة أصقاع العالم.
الله يرحمك يا عمو صباح فخري. في شغلة بس واحدة أنا ممكن هيك بس أحكي عنها، أنه نحن لما منداي لبرا لبلاد برا، يعني أول شغلة بقولون إياها أنه بدنا نسمع القدود والموشحات الحلبية من الأستاذ صباح فخري. يعني هو وصل القدود والموشحات الحلبية لكافة أنحاء العالم، هذا يكفي فخر الأستاذ صباح فخري في الموضوع هذا. أكيد بدي أشكركم. حظكنا أبناء حلب، رح نجي لعنده لفناننا أختم معه. حضرتك من أبناء حلب وجاي اليوم، أنتوا كأبناء حلب قديش محبة الراحل هي في قلوبكم ورح تبقى؟ هي بقلبنا وبروحنا وأستاذ كبير، يعني هلا هو رحل كتير عننا بجسده، بس بعلمه بفخره بروحه كلها موجودة معنا بحلب، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن صح خسرنا إنسان كبير، نعم، بس رب العالمين عوضنا بعلمه وبتراثه اللي خلدنا اياه. اكيد بدنا نرجع لك، تعلمت وعلمت، نعم فينا نقول هي الرساله، قديش بدنا نبقى نحافظ عليها لحتى فعلا نحافظ على الشيء اللي خلف لنا اياه، اللي هو الفن والطرب الحلبي اللي كل بيتغنى فيه. لا شك في هالفترة رح يوقع عاتق كبير على زملائي الفنانين الموجودين معي والغير موجودين معي. الأستاذ صباح فخري ترك إرثا عظيما وترك تراث عظيم لازم نحن نحافظ عليه ونطوره. نعلم هالأجيال اللي عم تطلع كون إنه نحن عم ندرس في معهد أستاذ صباح وغير معهد، هذا عاتق ومسؤولية عظيمة. أنا بوجه لزملائي إن لازم نحافظ على هالتراث ونهلم اليوم شباب الآن شبابي، ولكن أغاني الراحل صباح فخري ما فينا. ابننا الله يرحمه ويجعل نسمع الجنة يا رب. نفس الحكي، يعني احنا ربيانين عليه. صغيرة كنت اروح احضر حفلات بقلعة حلب، والله لسه منحبه كثير، والله حبنا كثير ورح يبقوا بذاكرتنا. اكيد اكيد الله يرحمه. زهر انا متابع طبعا مثل مالك شايفة، معنا من اهالي حلب من هنا من امام جامع عبد الله بن العباس، طبعا حيث تم وداع جثمان الفنان الكبير الراحل صباح فخري. من هنا يعني دعيني اقول اصر ان يكون حاضرا في دمشق، توفى هناك، ومن ثم اصر واوصى بان يكون دفنه في معشوقته حلب، لأن لدمشق الفيحاء في قلبه المحبة الكبرى، ولمعشوقته أيضا حلب الحب والوفاء الكبير وأيضا الكثير. لذلك أصر أن يكون مثواه الأخير هنا في هذه المدينة، في هذه المعشوقة. لذلك عم نجد اليوم أهالي حلب، حضرتكم من أهالي هي المدينة، جئتم اليوم لوداع الفنان الكبير. قديش والكلمات بتعجز اليوم، شو ممكن نحن نقول لروح الراحل، شو ممكن نقول لفنه، قديش هو فعلا قدم لنا رسالة قدرت توصل من خلال فنه للعالم أجمع. الأستاذ صباح فخري أستاذنا وأبونا، علمنا شغلات كثيرة، علمنا تراث حلب، علمنا أنه نضع بصمات للجيل القادم، وعلمنا كتير شغلات كتير حلوة، ونحن إن شاء الله منتابع هالأمور كلها ونضل إن شاء الله يا إن شاء الله تعالى منضل نحن متابعين هالفن. الأستاذ صباح فخري رحمه الله شاركنا بفرقتنا المولوية بإحدى احتفالياته ولا لا؟ كنا بنتمنى نكون مشاركين معه. أنا أكيد بنترحم قبل كل شيء على روح الحجي الصباح فخري، وكان بحب اللقب إنه يقولوا له الحجي، يعني كانت بين فنانين، فكان كنت أتمنى بفرصة كان كنت تجمعني معه. للأسف فأنا بشتغل بوزارة الثقافة، كان عندنا فرقة موسيقية تابعة لوزارة الثقافة، فكنا دائما نهجه بالموشحات والقدود. دائما المطربين اللي معنا الأستاذ عبود حلاق معنا، كان من أحد السفرات كنا نطلع لبرا أسابيع ثقافية، كنا دائما نتعلم من مدرسة الأستاذ صباح فخري، فكان دائما نلجأ للمطربين اللي اشتغلوا مع الأستاذ صباح لنقدم الفن بشكله الصحيح. أكيد. فألف رحمة على روح الطهرة. أنا اللي لاحظته أنه عم ترددوا مثل ما سمعت بيحب الحجي وعمه والأستاذ، وفعلا هو كان أب
وكان أخ وكان صديق وكان أستاذ طبعا موجود. إذن بالتأكيد زهر مثل ما تابعتي معنا من خلال هذا النقل من هذه المدينة مدينة حلب معشوقة الراحل الكبير صباح فخري الرحمة بالتأكيد لروحه، وبالتأكيد نقول له غادرتنا جسدا وبقيت فينا روحا في ذاكرتنا وفي قلوبنا وفي عقولنا، وبالتأكيد هناك أمانة حملتها لكل الفنانين وهم على قدر هذه الأمانة وأيضا المسؤولية. أعود إليك زهر. بكل تأكيد فؤاد، حقيقة يعني أضم الصوت إليك وإلى كل من كان معك عبر المايك، والواضح بأنه ليس فقط الشجر والحجر والبشر هم من يبكون بحرقة لهذا الفقد الكبير من مستوى الراحل الكبير صباح فخري. حتى المايك يا فؤاد يعني يتألم يعني الصوت كان يتقطع. ربما هذه رسالة واضحة من هذا المايك بأنه يسجل موقف يعني إبان هذا التشيع المهيب وهذا الفقد الغالي وهذه الخسارة الكبيرة لسوريا وللعالم العربي ولعشاق هذا الفن وهذه الثقافة ربما الذي أرساها الراحل الكبير صباح فخري. واستكمالا للقاءات التي تفضلت وكانت معك على الهواء مباشرة وعلى شاشة السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف مشكورا الفنان فارس الأحمر وهو أحد خريجي مدرسة الراحل الكبير صباح فخري. أهلا بك فنان فارس وعزاؤنا لك بطبيعة الحال. يسعد أوقاتكم والعمر لكم وبقيت حياتكم برحيل فقيدنا الغالي أسطورة سوريا والعالم والوطن العربي صباح فخري. أهلا بك والعزاء واحد، ولكن عندما نقول بأنه حضرتك من الفنانين وأحد الخريجين من مدرسة صباح فخري، نعم، إلى أي حد هذا يحمل فارس الأحمر مسؤولية إلى أن يقدم أو يحافظ على هذا التراث وهذا الإرث الغني الذي تركه وخلفه الراحل الكبير صباح فخري؟ احنا بداية من محبتنا بالأستاذ الكبير قدوتنا الأستاذ صباح فخري هذا واجب علينا، ولكن أنا يعني بعتبر حالي بمرحلة أنه الحمل حملين علي والأمانة أمانتين، لأنه بتكريمه 2019 بدار الأوبرا بالشام كنت أنا كان لي شرف بتكريمه، فقال لي يا ابني يا فارس نحن وصلنا لكم الشيء اللي لازم اللي قدرنا نوصله ونعمله، وباقي المسؤولية عليكم انتم تكملوا لكم للي بعدكم للجن اللي بعدكم. مسؤولية كثير كبيرة وفخر لنا، فخر لأي حلبي، فخر لأي فنان يكون من مدرسة الأستاذ صباح فخري اللي ما بيتعوض، والشخص الذي الناصح دائما نتعلم منه مو بس على الصعيد المهني ولا على الصعيد الفني لا أبدا، ولكن على الصعيد الشخصي كان بيحب كل الناس، كل حدا الله أعطاه موهبة الغناء والفن سواء فنان مطرب وعازف كان يشجعه ويسنده يكون لجانبه بالوقت اللي بيقدر فيه. وخسارتنا كثير كبيرة، ما بعرف شو بدي أقول لك، عزاءنا لكل محبينه بسوريا وحلب خاصة الوطن العربي والعالم أجمع. أستاذ فارس عندما تتفضل بالقول بأنه في إحدى الحوارات التي كانت بينك وبين الراحل الكبير صباح فخري قال لك بأنه نحن قدمنا ما قدمناه والمسؤولية تقع على عاتقكم، إذن في القادمات الأيام أي مسؤولية تقع على عاتق فارس وفي إيصال وفي الحفاظ على هذا الإرث وهذا الفن، وكيف يمكن حقيقة أن تورث كل ما أرساه الراحل الكبير ربما إلى الشباب الصاعد الذين سيسرون على نفس الخطى؟ علينا دائما كفنانين نثبت هذا الشيء ونوثقه دائما للي بعدنا خلال مهرجاناتنا وحفلاتنا وفعالياتنا الكبيرة سواء بحلب بسوريا برا سوريا، لازم نحافظ على هذا اللون مثل ما تعرفوا كل اللي يعرفوا كل اللي يسمعونا وكل العالم. مهرجان أو الحفل أو الطرح الكبير يلي ما بيكون متخلل فيه ضمنه فوق 60% من القدود الحلبية والتراث الحلبي لا يصح فيه البسط والسلطنة ولا يكمن أي شيء من معنى الفن. هذا نحن مسؤوليتنا فيما بعد بعد التوثيق والاستمرار أن نطور هذا اللون وهذا التراث من محط
نحن كمان إذا بنقدر عليه بصمة بهذا التراث بهذا الفن ونحن ونكون قد هي الأمانة. بكل تأكيد، وعندما نقول بصباح فخري هو يشكل علامة فارقة في لجهة الثقافة ولجهة الفن ولكل ما قدمه. وهنا أسأل حضرتك، يعني عندما نقول بأنه صباح فخري أرسى مدرسة وأسس لمدرسة الغناء العربي الأصيل، وهنالك الكثير من الشباب ليس فقط الحلبي وإنما حتى العربي ينتهجون هذا المسلك وهذا المشرب إذا صح التعبير. تماماً 100%. مدرسة صباح فخري محافظة ألقاب أستاذنا الكبير خرجت كثير أسماء وكثير ناس وكثير يوم الفنانين كانوا يشتغلوا معه بفرقته، يشتغلوا معه بالكورال وتعلموا منه كثير كثير، تعلموا منه. اليوم أسماء مهمة وسط الساحة الفنية السورية، وإن شاء الله يا رب. طبعاً معهده باقي لهلا عم يخرج طلاب، والشرف لألنا أنه أي معهد ينفتح بحلب أو بأي مكان يتم معهد صباح فخر، هذا وسام على صدرها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الفنان فارس الأحمر أحد خريجي مدرسة الراحل الكبير صباح فخري، كنت معنا عبر الهاتف. أيضا بدي رحب بالأستاذ نبيل أبو الشامات عضو المجلس المركزي لنقابة الفنانين. برحب بوجودك أستاذ نبيل، وعزاؤنا لك. ما الذي يمكن أن يقال في هذه اللحظات ونحن نرى عبر شاشة السورية هذا الموكب حيث باتجاه المقبرة الحديثة حيث سيوارى الثرى جثمان الراحل الكبير صباح فخري؟ يسعد أوقاتكم العمر لنا وإلكم. الأستاذ صباح فخري قامة وهرم، ويعني الشيء اللي عم نشوفه هلأ العالم اللي على طرفين الطريق يلي هن محبين صباح فخري، محبين فن صباح فخري، محب الشيء اللي قدمه الأستاذ صباح فخري الله يرحمه، هو بده يضل شعلة وبده يضل علم، بده يضل نبراس لنا وللأجيال القادمة يتدرس الشيء اللي قدمه الأستاذ صباح. نعم، يعني كان الأستاذ الراحل الكبير صباح فخري من أبرز المدافعين حقيقة عن الفن الملتزم والثقافة وكل ما يتم تقديمه من هذه الصنوف حتى تبقى سوريا في مصافي الدول المتقدمة لجهة الثقافة ولجهة الفن الملتزم والأصيل. هنا نتحدث دائما في دائرة المسؤولية وفي دائرة الأمانة المطلوبة، وعلى أي عمل يمكن أن نبني أو منهج عمل في الحفاظ على كل هذه الأساسيات؟ هلا بالحقيقه لك في شغله، استاذ صباح فخري الله يرحمه هو والدي عدنان ابو الشامات كمان الله يرحمه كانوا يعني يتعاملوا مع بعضهم من ايام اذاعه حلب، من ايام بداياتهم باذاعه حلب كان الاستاذ صباح فخري هو وبابا وغنى له العديد من الالحان. هي الالحان بعتقد انه باداء الاستاذ صباح فخري، طبعا غناها كثير ناس بعد الاستاذ صباح فخري، غناها الأستاذ صفوان العابد، غناها كثير 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 من الفنانين غنوا الشيء اللي قدمه بابا هو الأستاذ صباح فخري. هلا بالحقيقة نحن لحتى نحافظ على هذا الشيء لازم بدمنا نفدي هذا الشيء، لازم بدمنا نضل نحافظ على التراث اللي قدموه اللي هو بنكبر فيه نحن، هذا اللي هو شعاع رح يضل باسم سوريا ورح يضل باسم الأستاذ صباح فخري ورح يضل باسم عدنان أبو الشامات الله يرحمه. صعب 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 كثير يجي مثل الأستاذ صباح فخري، طبعا مع احترامنا الشديد لكل الفنانين ولكل المطربين صعب يجي مثلهم هذول الناس، بس نحن أملنا بالله يعني أنه المسيرة مستمرة والتراث إن شاء الله رح يضل محافظين عليه نحن بكل قوانا بكل جهودنا. التراث اللي هو يعني الأرضية اللي مشيوا عليها هن، نحن لازم نضل محافظين وماشيين عليها بإذن الله تعالى. بكل تأكيد، وهذا ما نتمناه أستاذ نبيل أبو الشامات عضو المجلس المركزي لنقابة الفنانين، كنت ضيفا عزيزا منضما لنا عبر الهاتف، أشكرك على هذه الإضاءة. أيضا بدي رحب بالقس إبراهيم نصير رئيس الكنيسة الإنجيلية العربية في حلب، أهلا بك سعادة القس. مساء الخير والعزاء لكل الشعب السوري
لكن سيبقى الرجاء حيا. الأستاذ صباح فخري انتقل من بيننا ليسكن في داخلي. نعم. الأستاذ صباح فخري سنحمله في كل تفاصيله في مخيلتنا وفي قلوبنا، وسيبقى سر سلامنا بأغانيه التي أطربتنا وبالألحان التي قدمتها فأذهلتنا، وفي سر قوته الذي فرض سوريا على الساحة العالمية. أقول اليوم ليس في وداع صباح فخري، لأني أؤمن بأننا لن نودعه، فإن غادرنا جسدا سيبقى بكل تفاصيله البسيطة وبأشيائه اللطيفة حيا في داخل كل منا. عندما يموت الإنسان ينتقل من مرحلة الحب المشروط في الحياة إلى الحب العميق فيما بعد الحياة، فيحفر في داخل من يحبه وكل أبناء سوريا تحبه مساحة صغيرة يبقى من خلالها حيا فينا للأمل. صحيح. لن يموت صباح فخري. نعم. لأن ذكراه ستبقى موجودة بكل تأكيد في بقعة بيضاء في كل إنسان سوري شريف. صباح فخري رمزا في الوفاء لوطن، صباح فخري رمزا في إخلاصه لأبناء شعبه. صباح فخري لم يغادر هذا الوطن ولم يقبل أن يغادر هذا الوطن، لأن الوطن لم يكن هو فقط يعيش في الوطن، بل كان الوطن يعيش فيه. صحيح حقيقة، يعني في هذه النقاط التي تتفضل بذكرها سعادة القصة إبراهيم إنصير، ونحن عندما نتحدث عن الراحل الكبير صباح فخري ربما تتشابك وتتقاطع كل هذه المفردات عندما نقول بأنه هو ملك القدود وسلطان الطرب وملك الطرب والكروان وما إلى ذلك من يعني هذه الألقاب، وربما هو كان فخامة الاسم دائما تكفينا نحن كسوريين وكعالم عربي وكعشاق لهذا الفن الملتزم والأصيل والجاد الذي عمل طوال حياته الراحل الكبير صباح فخري على إرسائه والتذكير به والعمل به في ظل كل هذه كما قلنا قبل قليل الفوضى في ثقافة الاستهلاك في الرداءة إذا صح التعبير. ولكن عندما نقول يعني الراحل الكبير صباح فخري هو برحيله خسارة لسوريا ولكل عشاقه ولكل محبيه، أيضا هل يمكن القول بأن هنالك خسارة لأرشيف كامل أم المسؤولية تكمن في الحفاظ على هذا الأرشيف؟ أقول لك أولا كل الألقاب التي أطلقت على الأستاذ صباح فخري لا تفيه حقه، فهو أكبر من كل ألقابه. الأمر الثاني الذي أريد أن أؤكده، تفضل، لأن الكتاب المقدس يقول ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. صحيح. هذا الإنسان ربح نفسه بوفاءه وإخلاصه وربح العالم إلى جانبه. لأجل ذلك هذا الوداع الذي ترينه اليوم عبر شاشات التلفاز وهذه التفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي تريد أن تقول شيء واحد، لأن الناس ترى وتعرف وتدرك من كان وفيا ومن كان مخلصا. أما في قضية الحفاظ على الأرشيف، صباح فخري ترك أرشيفا نعتز به في سوريا، فلنحافظ على كرامة سوريا من خلال الحفاظ على هذا الأرشيف الذي به خرق الموسيقى العالمية فكان مميزا وفريدا. اليوم كل القائمين على الموسيقى السورية والأغنية السورية والفن السوري مدعوين أن يتعاضدوا لكي يبقى هذا الفن وهذا الأرشيف حيا في أجيالنا. دعيني أقول لك بالرغم من كل الفوضى الموجودة في على الساحة الفنية، إلا أن المواطن السوري من رضع الأصالة ومن شرب من التراث ومن تعمق في موروثه الروحي والحضاري لا يستطيع هذه الفوضى أن تخرقه، فسيبقى صباح فخري بما قدمه مسؤولية في أعناقنا جميعا كسوريين، لأن ذاك إكليل نتوج به ونتوج به بفخر وبعزة وبكرامة.
بكل تأكيد. ونحن نتكلم معك سعادة القس إبراهيم وأنت متواجد في حلب، وصف لنا حال حلب. يعني اليوم بكل تأكيد هو يوم حزين في حلب وفي عموم سوريا قاطبة وفي العالم العربي بطبيعة الحال، ولكن ربما اليوم حلب تكتسب أهمية خاصة في هذا الحزن، ربما حزنها مضاعف كونه الراحل الكبير صباح فخري ابن هذه المحافظة الغالية على كل سوري وعلى كل عربي حر شريف. أقول لك، عندما يتألم عضو في الجسد فالجسد بكامله يتألم. صحيح. اليوم رحيل صباح فخري الجسدي في وسطنا هو سبب ألم ليس فقط في مدينة حلب بل في سوريا جميعها، بل حتى أقول في الوطن العربي وفي كل من يتذوق الأصالة في الفن. لأجل ذلك اليوم بالرغم من ألم المشهد في رحيل هذا العملاق المسمى صباح فخري، إلا أن هناك نور رجاء. هذا الرجاء يكمن لأن هذا التنوع في المجتمع تعاضد عن اليوم صباح فخري، وهذه إشارة رجاء بأن السوريين يقدرون عظماءهم، وبأن السوريين يعرفون أبطالهم، وبأن السوريين يتميزون بقوة الإدراك والرؤية الثاقبة لما يجمعهم. صباح فخري كان اليوم في مدينة حلب برحيله سبب بركة وسبب نعمة، فاجتمعت أبناء مدينة حلب لكي يودعوا هذا العملاق، فكان اجتماعهم بحد ذاته قوة ترسل رسالة لكل من يتآمر على أبطال هذا الوطن وعمالقة هذا الوطن، وأيضا رسالة لكل من تخلى عن هذا الوطن في شدته وفي ضيقه، حيث أن صباح فخري لم يتخلى عن هذا الوطن، فلم يكن الوطن بالنسبة له فندقا بل كان هوية، فحمل آلامه وأفراحه معه حيثما ذهب. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة القس إبراهيم إنصير رئيس الكنيسة الإنجيلية العربية في حلب على هذه المشاركة وتسجيل هذه الكلمات الغاية في الأهمية. ويستحق الراحل الكبير حقيقة العملاق صباح فخري أن نبكيه وأن نحزن لفقده. ونحن كنا نتحدث معك، دائما نشاهد على شاشة السورية موكب التشييع وموكب الذي يتجه إلى المقبرة الحديثة حيث سيوارى الثرى جثمان الراحل الكبير العملاق الأسطورة صباح فخري. واليبدو وكأنه حقيقة يعني بالفعل حتى عجلات السيارات هي في حالة إنكار، وهي يعني لا تود أن تصل إلى المقبرة وتقول بأنه بالفعل فقدنا هذا العظيم وهذا الرمز من رتبة ومن مستوى صباح فخري. يحق لكل يعني للشجر والحجر والإنسان أن يدخل في حالة إنكار لهذه اللحظة دونما الاعتراض على الحكم القدر بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر سعادة القس إبراهيم إنصير، وأيضا يعني معنا عبر الهاتف الفنانة من حلب سلوى جميل. أهلا بك أستاذة سلوى. أهلا أهلا، هلا هلا حبيبتي. تحية طيبة لحضرتك والعزاء لكم ولكل سوريا بهذا الفقد الكبير والغالي على قلوبنا جميعا. والله الحقيقة الكلمة تعجز لوصف الحزن اللي نحن فيه. الحقيقة الهرم هرم الوطن العربي مش السوري فقط، هو ابن سوريا وابن حلب، وقلنا الفقد في ذلك، ولكن فقدانه كانت فاجعة كثير 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 بالنسبة لنا. هو دائما كان يحتفلنا بأغاني وروح حلوة، هي روح الدعابية الحلوة، وكان يعطينا دفع قوي جدا جدا وتشجيعها، وتعلمنا منه أشياء
كثيره، واليوم احنا عم نستقبل استقبال عثمانه في مدينه حلب بكل حزن و ما بعرف يعني ما بقدر اوصف هذا الحزن هذا الكبير. نتفهم هذه المشاعر الصادقة والنبيلة منك أستاذة سلوى، ولكن عندما نتحدث عن صباح فخري هنالك الكثير والقائمة تطول حقيقة، ويعجز القلم على تدوين هذه الخصال وكل ما قدمه عبر تاريخه الفني والثقافي، وأيضا هذا الفن الملتزم الذي نكبر فيه هنا في سوريا. ولكن أيضا إذا ما حاولنا أن نعطي توصيفا لهذا اليوم، ماذا تقول سلوى جميل؟ أقول أنه ترك لنا كثير مدرسة، هو مدرسة كبيرة كثير، وهو الفن والفنانين. هذا مو فنان عادي، يعني هو رسول، والرسول يعني شغل كبير كثير. بلخص بأنه هذا الإرث اللي ترك لنا يا إرث لنا ولأولادنا ولأجيالنا من بعدنا ومن بعد بعد، رح يضل في قلوبنا دائما، ما رح يموت. ذكراه موجود والإرث موجود. إن شاء الله نحن رح نقدر نكمل هذا المشوار ونحافظ على هذا الإرث الغالي الثمين جدا جدا بالأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله. وهذا الأمل معقود على استكمال مسيرة الراحل الكبير صباح فخري لجهة كل ما قدمه، وفي حالة الإرثاء الغني حقيقة للمكتبة الموسيقية وأيضا للحالة الثقافية والفنية في عموم ليس فقط سوريا وإنما أيضا نتحدث عن العالم العربي. شكرا جزيلا لك الفنانة سلوى جميل. بالتأكيد أيضا معنا عبر الهاتف من حلب الفنان غسان مكانسي. أهلا بك أستاذ غسان، وعزاؤنا لك. أهلا وسهلا فيكم، ويخلينا إياكم. ونحن اليوم عم نودع معلم علمنا منه الكثير، عم نودع رجل، عم نودع إنسان صاحب رسالة إنسانية وفنية، عم نودع يعني هالة كبيرة ومصربنا كبير. أنا حاسس أنه تختمنا كلها. نقدر لك هذه الدموع الغالية والصادقة وهذه المشاعر النبيلة أستاذ غسان حقيقة، لأن الفقد كبير والخسارة كبيرة. ولكن تفضل. الخسارة كبيرة كثير، مو بس لحلب ولا لسوريا، للعالم كله، العالم كله حزين. سيدتي لو جيت يا حلب وشفت القلعة كيف ميالة مالت، حست يعني بإني تيتمت من القلعة الثانية، القلعة الثقافية الفنية الإنسانية. هذا إنسان يعني بقول ظاهرة كل مليون سنة لا يطلع ظاهرة مثله. نجل يعني ونثمن حقيقة أستاذ غسان هذه المشاعر الصادقة والنبيلة وهذه الدموع. وكما قلت سابقا بأنه يحق لكل سوري ولكل يعني من ينهل من هذه المدرسة التي أرسل ركائزها الفنان الراحل الكبير صباح فخري أن يبكيه ويبكي لهذا الفقد ولهذه الخسارة. نحن فقدنا في سوريا وفي العالم العربي رمزا وأحد يعني الركائز الأساسية للثقافة وللفن الملتزم والأصيل. هل لك أي إضافة تود يعني قولها أستاذ غسان؟ أنا بدي أقول إنه كان هو الحارس، كان هو الأمين على تراثنا، على أغانينا، على فلكلورنا، كان هو سفيرنا لكل العالم. صحيح. كان يلملم مفردات حلب
أغاني حلب، نغمات حلب، مشيحات حلب، قدود حلب، وينشر في كل العالم، فيغني ويطرب ويبدع، والناس كلها تقف له باستعداد، لأنه صاحب رسالة، لأنه سفير سوريا لكل العالم. فكان يروح لكل عالم يرفع علمنا، يرفع اسمنا، يرفع فلكلورنا، يرفع صوتنا. هذا إنسان استثنائي. خسرنا خسرنا خسرنا. نعم نعم، نقدر عاليا هذه الدموع الصادقة والنبيلة كما قلت، لأن الخسارة كبيرة. شكرا لك الفنان غسان مكانسي، كنت معنا من حلب عبر الهاتف. أيضا ينضم إلينا الفنان مصطفى هلال، وهو من خريجي مدرسة الفنان الكبير والراحل صباح فخري. تحية لك أستاذ مصطفى، وبالتأكيد عزاؤنا لك. وعندما نقول بأنك أحد خريجي مدرسة الراحل الكبير صباح فخري، هذا يحمل مسؤولية، وهذا يعطي لمسيرة مصطفى هلال ربما قيمة مضافة إلى كل ما تقدمه من فن ملتزم أرساه الراحل الكبير صباح فخري. نحن هلا طبعا بالموكب، موكب الجنازة أكيد، ورحين نصل على التربة أكيد، نعزي أنفسنا ونعزي سوريا والعالم العربي بفقدان قامة من قامات هالبلدين الفنان الكبير صباح فخري. صباح فخري إذا نحكي عنه كفن، صباح فخري المنشد، صباح فخري المبدع، صباح فخري المطرب، صباح فخري الملحن، صباح فخري الأستاذ، صباح فخري كلنا غنينا التراث والمشيحات، ولكن اجى هو نظم وهندس وحط بصمته السحريه عليها ونظم الادوار والمشيحات والاغاني الطربيه الحلبيه، كما نظم الايقاعات المشيح والقدود. استاذ صباح اذا كمواطن هو محب محبوب من جمهوره، متواضع، بيساعد الناس، صاحب نكتة جميلة، بيحب الحياة، بيحب يعيش، ما الكلام يعجز عن وصف هذا الإنسان الكبير. بكل تأكيد أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى هلال، وحضرتك الفنان وأحد خريجي مدرسة الراحل الكبير صباح فخري. بدي أيضا معنا عبر الهاتف الفنان أحمد خيري من حلب. تحية لك أستاذ أحمد، وعزاؤنا لك بهذا الفقد الكبير. تحياتي لك واهلا وسهلا فيكم. طبعا المصاب جلل والحدث كبير يا عم الوطن العربي الاكمل. يعني انا اليوم من الصبح عم يجيني عده اتصالات اكثر من دوله من دول عربيه، يعني من تونس، يعني اتصالات من المغرب، من كذا. احنا الان عندنا حاله حزن، الوطن العربي كله مصاب بهزه كبيره سلميه، هزه عاطفيه، هزه قيميه. صباح فخري قيمه وهرم كبير اكثر من انه انا اوصفه بصراحه. طبعا انا لي الشرف ان اقول انه انا من تلاميذه ومن ابنائه اللي تدربت على ايديه لمده سنوات طويله ودرست، كان لي الشرف كمان اني ادرس في معهده. ولكن صباح فخري اكبر بكثير من ان يقيم ببعض الجمل او بعض العبارات. يكفيني ان اذكر شغله واحده بس، الاستاذ صباح فخري من البصمات اللي تعتبر فنيه وضمن قوالب الغناء، استاذ صباح فخري اكثر ما يسمى بالقصيده، اكثر ما يسمى بالقصيده. القصيده كان يغنيها الاستاذ صباح فخري هي حاله من الارتجال، ولكن هذا الارتجال كان ياخذ شكل قالب فني معين، حتى بالتفاصيل الصغيره فيها في علم الموسيقى كنا كلياتنا نتاثر فيها. وبعد فتره اشهر بتلاقيها انتشرت على مدار الامه العربيه كلها وتعممت واخذت هذا الشكل الفني الثابت اللي غناه الاستاذ صباح فخري. وبالتالي الاستاذ صباح فخري له عده بصمات، وهي تحتف له من جمله البصمات. نعم أشكرك جزيل الشكر الفنان أحمد خيري، كنت منضم لنا عبر الهاتف من حلب. أيضا معي الدكتور المثنى علي رئيس دائرة الموسيقى بإذاعة دمشق. أهلا بك دكتور المثنى، والعزاء لك ولكل العائلة السورية الكبيرة وللعالم العربي.
أهلا وسهلا فيك العمر إليك ولنا جميعا. بفقد الهرم في الغناء العربي وهو سيد الطرب العربي الأستاذ صباح فخري. أنا كنت من العازفين بفرقة الأستاذ صباح فخري وخلال مراحل الدراسة، وكان في حفل مميز أنا بدي أحكي لك عنه، هو بمؤتمر الموسيقى العربية يلي هو يعني أعلى هيئة علمية في الموسيقى العربية، ويقام في كل كم سنة بيصير بالقاهرة. هذا المهرجان هو الذي يؤسس إلى المقامات العربية ودراسة الموسيقى العربية وتأديتها. دعي الفنان صباح فخري ممثلا عن الفن السوري، وأنا كنت من العازفين بهذه الفرقة. الحفل عادة بيكون ساعتين، بيكون في استراحة ربع ساعة، والحفل يعني في الموسيقى السورية يقسم إلى وصلات، وصلة مقام سيجا، وصلة مقام رست، وصلة مقام صبا، وهدول بنقعد نتمرن عليهم ونطلع على المسرح. عملنا أول وصلتين وطلعنا استراحة، وبعد الاستراحة غنى الأستاذ صباح ساعتين زيادة على ساعتين تبع الحفلة، والجمهور عم يسمع لأنه عم يقدم شيء منتظم علميا وروحانيا بشكل متقن. فالحقيقة هو لا شك أنه هو مدرسة بالنسبة لنا كلنا كدارسين للموسيقى وكموسيقيين، أسس لي طريقة أداء الموشح في سوريا، والأدوار مماثلة ومناظرة لما يجري في مصر من أيام زكريا أحمد ومحمد عثمان وعبد الحمولي، وما يكتب لأم كلثوم، كلهم هدول انحفظوا وأداهم بصوته وتسجيلاته الموجودة بصوت نقي، بصوت ثابت، صوت الراحل صباح صخري. ويعني أنا هذا تجربتي اللي بتذكرها بمرحلة الدراسة لما كنت عازف في فرقة الأستاذ صباح. وأشكرك حقيقة يعني دكتور المثنى على هذه التفصيلة وفي الحديث ونقل هذه الأمور فيما دار في إحدى الحفلات بفنان الراحل الكبير صباح فخري، ولكن أيضا سأحاول قدر الإمكان استثمار وجودك معنا بصفتك الاعتبارية رئيس دائرة الموسيقى. إلى أي حد هذا يحملنا مسؤولية وأمانة في الحفاظ على الأرشيف الكامل لما قدمه الراحل الكبير صباح فخري؟ لما تتغنى أغنية بشكل محدد أنا بسمع اللي قاله الأستاذ، ولكن اسمح لي وأعتذر عن المقاطعة، يعني في هذه الأثناء يصل جثمان الراحل الكبير صباح فخري إلى المقبرة الحديثة حيث سيوارى جثمانه الطاهر الثرى في المدينة التي أحب، مدينة حلب الذي ترعرع ونشأ فيها وتعلم فيها كل الفنون التي أصبحت فيما بعد هي جواز سفر لسوريا من ناحية الثقافة ومن ناحية الفن ولكل ما قدمه وعمل عليه الفنان الراحل الكبير صباح فخري، إن لجهة المواويل وإن لجهة الموشحات وإن لجهة القدود الحلبية التي يحق لنا أن نقول بأن هذه القدود والموشحات هي غزت العالم، وهنالك في الغرب من يدرس هذه المقامات وهذه القدود لإعجابهم بهذه الثقافة وهذا الفن الأصيل الملتزم والراقي والذي يعمل على تجديده والرصين. يعني عن نعم دكتور مثنى، كنا نتحدث عن المسؤولية وعن الأمانة اليوم، يعني دقائق ربما ويوارى جثمان الراحل الكبير صباح فخري الثرى، ولكن هذا الإرث حري بنا أن نكون أمناء عليه وأن نصون الأمانة بطبيعة الحال وأن نكون مسؤولين في الحفاظ على كل هذا الأرشيف وهذا الإرث الغني، أليس كذلك؟ أنا بذكر وبوجه تحية للأساتذة والشباب والكبار بالعمر يلي هن عن جد بيضلوا متمسكين بأنه يكون في برامجهم الفنية دائما في أغاني أصيلة، أغاني سورية أصيلة، مثل الأساتذة اللي شاركونا كمان اليوم العزاء والعزاء لنا وإلهم، أستاذ شادي جميل، أستاذ صفوان عابد، أستاذ وديع شمس الدين، فارس أحمر، هلال مصطفى هلال، وشهد برمدة، وحازم الشريف، ومحمد خيري، وأحمد خيري، وفؤاد ماهر، وإيهاب ياغي، ومصطفى سرميني، وحتى في الصبية الصغيرة اللي اسمها غينة أبو حمدان اللي هي تسجل كفرات لأغاني أصيلة بدل ما ينصرفوا شبابنا لأغاني يعني إيقاعية بجوز قصيرة
نحن هي هي الأمانة اللي عم يحافظوا عليها بحفظ للأغاني كما غناها وسجلها سيد الطرب العربي صباح فخري. يعني ليش عم أقول سيد الطرب العربي؟ لأنه قالب الأغنية وعندما كتبت الأغنية الطويلة للسيدة أم كلثوم واستحقت لقب سيدة الغناء العربي، وكانت الأغنية تتمتع بمقدمة موسيقية تستعرض قدرة الملحن حوالي 10 دقائق لربع ساعة، وبعدين قدرة المغني في قالب الأغنية، ولكن الطرب يحتاج إلى الموشح والدور والقد وكذلك المواد. سيد الطرب العربي بلا منازع هو صناجة العرب والراحل صباح. والله نتفق معك يا دكتور المثنى في كل ما تفضلت بذكره لجهة هذه القامة الكبيرة الفنية والثقافية وأيضا الموسيقية من مستوى الراحل الكبير صباح فخري، ولكن أيضا عندما نقول رغم المرض آثر صباح فخري إلا أن يكون حاضرا بان خطاب القسم في شهر تموز الماضي. هنا ربما كانت رسالة من بوابة الثقافة ومن بوابة الفن بأنه المرض لن يثنينا حقيقة عن يعني إشغال وتسجيل موقف وطني من مرتبة الوطنية ومن مرتبة القومية ومن مرتبة حب هذا الوطن الذي اسمه سوريا. إلى أي حد فعلا صباح فخري بادل الوفاء بالوفاء والإخلاص بالإخلاص والأصالة بالأصالة والمحبة بالمحبة؟ يا سيدتي، أول شيء في أغنية وطنية جميلة جدا 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 للراحل صباح فخري، هي أغنية عن الشهيد وبيبتدئها بوطني وطني، وأغنية من ألحانه وجميلة جدا. وأنا بتذكر كمان بمهرجان الأغنية الوطنية في قلعة حلب، كان مدير المهرجان الأستاذ صباح فخري. نعم. وكنا فرقتين، يعني فرقة من حلب وفرقة من دمشق، وفي ختام في حفل ختام في قلعة حلب بعد ما خلصنا الناجحين في هذا المهرجان المطربين السوريين اللي أدوا الأغاني حوالي 18 مطرب، طلع مدير المهرجان اللي هو الأستاذ صباح فخري وقال القدود أو الغناء، القدود هو غناء للوطن والقدود هي الوطن، والغناء لقلعة حلب هو غناء للوطن، وغنينا وعزفنا مع مدير المهرجان الأستاذ صباح فخري كمان يعني ساعة من الزمن القدود الحلبية. مجرد أنه يعني العمر الفني أو العمر المهني يعني 50 أو 60 سنة من العمر المهني هي أبداً مانا شغلة سهلة. يعني صحيح. الرياضي ما بيقدر يحافظ على بطولته أو على عمره الرياضي المهني 50 سنة. ففضلاً عن الجانب اللي سألتيني عنه كمان، هو يعني 10 سنين الأخيرة اللي كانت هي أزمة علينا كلياتنا، الصمود والثبات هو وطنية وهو يعني مثل أعلى بالنسبة لنا. إحنا كنا نشوفه، أنا كنت بي 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 مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية وأنا شفت الراحل بخطاب القسم، وعم قلك أنا بكتب بالسيفي تبعي أني أنا شاركت بالحفلات التالية، أنه شارك في حفلة الأستاذ صباح فخري في مصر أو في قلعة حلب أو في بروكسل. وبطبيعة الحال دكتور مثنى علي، أي محفلا وأي مناسبة كان يتواجد فيها الراحل الكبير صباح فخري كان يعطي قيم مضافة حقيقة لكل يعني أي مكان يتواجد فيها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور المثنى علي، رئيس دائرة الموسيقى في إذاعة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على كل ما تفضلت بذكره. حقيقة كان يوما حزينا في سوريا، سواء من الشام ومن مشفى الشامي حيث كان في الصباح، وتحديدا في الساعة 9 عندما تم تشييع الجثمان الراحل الكبير صباح فخري من مشفى الشامي إلى ساحة الأمويين، وحيث المبنى يعني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وحيث انتقل بعد ذلك إلى مسقط رأسه في حلب. اليوم هذا المشهد كان مشهدا حزينا، كان مشهدا يدمي القلب، ويعني لهذا الفقد ولهذه الخسارة. اليوم كل الأعلام الوطني، وهنا ليس لنا منا بل واجبنا بأن نسلط الضوء وأن نقول بأن الخسارة كانت خسارة كبيرة وأن الفقد كان فقدا كبيرا، كيف لا والراحل هو صباح فخري، هذا الرمز، هذا المعلم، هذا الأستاذ، هذا العملاق، هذا الأسطورة، هذا ملك القدود الحلبية. يعني تتنوع الأوصاف والألقاب،
ولكن عندما نقول صباح فخري دائما نقول فخامة الاسم تكفي. اليوم الإعلام الوطني حقيقة هو في حزن شديد. يعني القنوات التلفزيونية والإذاعية أيضا حتى المواقع الإلكترونية كلها كانت على قلب واحد يقول الرحيل صعب جدا ونتقبل هذا الفقد ربما هو صعب جدا. وصل الجثمان قبل ساعات إلى حلب، صلي على جثمانه الطاهر في جامع عبد الله بن عباس، ومن ثم جاب شوارع حلب ملتفا بالعلم السوري وكان محمولا على الأكف. وعلى كل الشوارع التي جابها موكب التشيع كانت الناس وكان السوريون حقيقة من كل حدب وصوب. عندما نتحدث تحديدا عن حلب هم آثروا إلا أن يكونوا في العين المجردة يشاهدون ويلقون نظرة الوداع على عملاق سوريا وعملاق الفن السوري الأصيل والملتزم والوازن والراقي جدا. لا نذيع سرا عندما نقول بأنه الفنان الكبير هو أرسى مدرسة وربما أكاديمية في الغناء الأصيل والتي نهل منها الكثير من الشباب ليس فقط الحلبي وليس فقط السوري وإنما على المستوى العربي. وكان معنا بالصوت عدد من خريجي المدرسة التي يعني أرساها وقدمها صباح فخري لجهة القدود ولجهة الثقافة ولجهة هذا الفن. كنا إذن في هذا النقل الحي والمباشر لمراسم تشييع الراحل الكبير والذي كان أيضا بحضور ممثل الرئيس بشار الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصورة عزام وأيضا بحضور وفود إعلامية وفنية وثقافية وأيضا شعبية أتت لإلقاء نظرة الوداع. وداعا صباح فخري نم بهدوء الأمانة وصلت وهنالك ولروحك السلام الرحمة والنور والذكر المؤبد. يحق لنا أن نحزن ونحزن كثيرا. مشاهدين الأفاضل كنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر لمواكب التشيع وسنكون دائما في أي حدث يطرأ من أي مستوى كان. رجاء مشاهدينا تفضلوا بالبقاء مع السورية أبدا. إلى اللقاء.